بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، رح نستكمل محاضرة Theories of Learning. موضوعنا الآن هو الأوبرانت كونديشنينج. الأوبرانت كونديشنينج هي عبارة عن نوع من الأسوشياتيف ليرنينج. اللي حكى عن هذا الموضوع هو العالم سكينر. سكينر اعتمد اعتماد أساسي في دراسة هذا النوع من التعلم على قاعدة كان اسمها قاعدة ثورنيكي، لثورنيكي's law of effect. ثورنيكي كان بحكي إنه if a voluntary behavior operating on a trial and error is rewarded, it will be repeated and vice versa. يعني سلوك المبني على الخطأ والصواب، إذا إحنا كافأنا هذا السلوك، هذا السلوك راح يعاد. أي إنسان بيفعل فعل أو بيقوم بسلوك معين يتم مكافأة هذا السلوك، بالتأكيد راح يعيد هذا السلوك حتى ينال المكافأة، وأي سلوك يعاقب على الإنسان مش راح يعمله حتى لا يعاقب مرة تانية، بغض النظر الإنسان أو غير الإنسان. إذن هاي القاعدة إنه كل سلوك مبني على التعلم، إذا إحنا عززنا هذا السلوك بالمكافأة الشخص راح يعيد من هذا السلوك ويكرر هذا السلوك للحصول على المكافأة. إذا إحنا عاقبنا الشخص على هذا السلوك راح يبطل يعمل هذا السلوك حتى ما يتكرر العقاب لاحقا. بناء عليها العالم سكينر عمل تجربة على فار. جاب فار بالطريقة هاي، جعان، حطه في صندوق، هو خصص هذا الصندوق بنفسه. هذا الصندوق فيه آلية للطعام، كان لازم هذا الفار يضغط على هذا الليفر، هذا الذراع، حتى يحصل على الطعام. كل ضغطة على هذا الذراع راح تجيب له فود تري. الفار تعلم بالتجربة والممارسة إنه إذا أنا جعان وبدي أكل لازم أضغط على هذا الذراع فراح ينزل لي الأكل. هل هاي التجربة تختلف عن الكلاسيكال كونديشنينج تبعت بافلوف؟ أكيد اختلاف كثير كبير. كلاسيكال كونديشنينج أي نعم كانت أسوشياتيف ليرنينج، ولكن الكلب ما بذل أي مجهود والعملية كانت بسيف، والسلايفا بتنزل غصب عنه بدون إدراكه أو وعيه أو إرادته. ولكن هان في الكلاسيكال كونديشنينج الفار كان لازم يبذل مجهود، هاي اكتيف بروسيس وليست باسيف بروسيس. في الكلاسيكال كونديشنينج الفار جعان، الاكل بضيع الجوع، اذا الاكل الفود هو عبارة عن ريورد، مكافأة للفار على ضغطه على الذراع. هاي المكافأة قللت الجوع، قللت الألم والمعاناة اللي هو بيعانيها. إذن كل ضغطة ذراع الفار أخذ وراها مكافأة اللي هي الفود اللي خفف له الجوع اللي موجود عنده. ومن هان تعلم الفار أنه كل ما أكون أنا جعان بضغط على هذا الذراع بيجيب لي أكل. اتعلم الفار أنه كل ضغطة على الذراع في وراها فود تري، إذن في وراها مكافأة، فتعلم أنه يزيد من عملية ضغط الذراع. إذن in this way the conditioned response pressing the liver is reinforced. الفعل المستحدث اللي هو conditioned response is reinforced، تم تعزيزه بالطعام. Operant conditioning is thus an active form of learning. The rat must act in order for conditioning to occur. عشان يصير الربط، عشان يصير الربط بين ال unconditioned response والconditioned unconditioned stimulus والconditioned stimulus، لابد ما انه يضغط على الذراع عشان يصير عملية الassociation او عملية الربط. الreinforcement according to Skinner، الreinforcement او المعزز السلوكي قد يكون نوع من نوعين، قد يكون primary reinforcement، حاجة أساسية من أساسيات الحياة، يعني المكافأة نوع من basic drives، إشي أساسي من أساسيات الحياة زي nourishment أو sex
في حكاية الفار كان هو الطعام and is independent of prior learning. مش محتاج يتعلم الفار انه الاكل هذا اشي مهم، لا هو بيعرف انه الاكل مهم والاكل اساسي، فاحنا كفأناه بحاجة هو بيعرف انها اساسية وهو محتاجها. في الهيومنز قد يكون reinforcement حاجة اسمها secondary reinforcement learned drives، زي مثلا money فلوس praise مدح and is more subjective. إذن primary reinforcement اللي بتفهمها كل الكائنات هي ال basic drives nourishment و sex مثلا. ال secondary reinforcement خاصة بال humans هاي قد تكون فلوس، قد تكون praise مدح وهكذا. كلاهما will reinforce التعلم وال reinforce learning، حتكون فيها تعزيز سلوكي لتكرار هذا السلوك. reinforcement قد يكون positive وقد يكون negative. كيف يعني positive؟ البositive لما reward reinforces a respond and increases the likelihood of its occurrence. الفار لما ضغط على الذراع نزل له أكل، الأكل أو الفود هنا is a positive reinforcement. كيف يعني positive reinforcement؟ عزز سلوك الضغط على الذراع، كل ما بنزل أكل بضغط مرة تانية عشان ينزل أكل مرة تانية، كل ما بضغط بنزل له أكل. الأكل إشي بوزيتيف، إشي هو لما نزل له الأكل زاد من احتمالية ضغطه على الذراع، عزز الضغط على الذراع، لو ما نزل أكل ما حيضغط على الذراع. البوزيتيف reinforcement لما مثلا انتم في المحاضرة الدكتور عبد الله يحكي انه راح اسجل حضور وانصراف بشكل يومي، الناس اللي بتحضر لها علامات زيادة، هذا بوزيتيف، هحط 30% من درجة المادة على الحضور والانصراف مثلا، هنا it is a positive reinforcement، الناس بتصير تحضر عشان تاخد الدرجات، this is a positive reinforcement. طب ايش النيجاتيف reinforcement؟ لما الـ unpleasant condition is removed and again increases the likelihood of response. patient controlled analgesia مثال. الـ negative reinforcement لما في حاجة مؤلمة أو حاجة بيعاني منها الشخص، هذا الـ reinforcer ضيعها، فبصير بحاول ياخد هذا الـ reinforcer عشان يضيع الألم أو المعاناة اللي عنده. حاجة سيئة هو بشعر فيها، لما عطيته هذا الريينفورسر ضاعت الحاجة السيئة، فبصير يحاول يكرر هاي العملية عشان يضيع الألم اللي بيعاني منه. أعطيكم مثال، المريض اللي في عنده بين، واحد عنده مثلا أبدومينال بين وجع في بطنه، واحد عنده مصل بين ألم في ظهره في عضلاته، هنا الألم هو بيعاني، هو مش عاجبه طبعا، هو شيء سيء. لما انا بعطيه بين كيلر مسكن الم، هذا الالم بروح، فبصير هذا الشخص او هذا المريض بده كل شوي ياخد بين كيلر، بده كل شوي ياخد حبه لتروفين. ليش؟ لانها ارتبطت عنده حبه لتروفين تخفيف الالم وتخفيف المعاناه اللي بيعانيها. اذا النيجاتيف reinforcer ما كان اشي مباشر، هو ضيع معاناه او ضيع مشكلة عند هذا الشخص. البوزيتيف reinforcer إشي مباشر أخده فبيزيد تعزيز السلوك. أعطيكم عليها على نفس مثال الفار، لو حكينا أنه الفار تبع سكينر كل ما ضغط الذراع هو جعان، عنده ألام الجوع بشكل عام، لأنه حط الفار هو هانجري، ضغطة الذراع جابت له فود، هاي ممكن نعتبرها positive reinforcer، انه كل ما بده اكل راح اخذ، راح يضغط على الذراع عشان ياخذ الطعام. لو حسبناها بطريقة تانية ممكن ضغطة الذراع هاي كانت negative reinforcer. ليش؟ لانه اخذ الطعام فخف الالم تبع الجوع اللي عنده.
إذا هاي ممكن نحسبها ممكن تيجي على الوجهين، الوجه الأول positive reinforcer إشي مباشر أخذ طعم، الشغلة الثانية إنه ضغطة الذراع خففت الألم تبع الجوع اللي موجود عنده، لأنه جبت له أكل فراح الجوع اللي موجود عنده. إذا على الجهتين هي كانت positive and negative reinforcer. البانشمنت، البانشمنت لما إشي أنا بعطيه بقلل احتمالية حدوث الفعل، نوع من العقاب، إشي أنا بقدمه بشكل مباشر بقلل إمكانية حدوث الفعل. مثلا اللي بغيب عن المحاضرة نفترض في إله خصم 5 علامات، هذا نوع من البانشمنت. عدم حضورك للمحاضرة في خصم درجات، فبصير الناس تحضر حتى ما يصير عندها خصم. نوع تاني، العقاب الجسدي يعتبر بانشمنت. مثال واحد، يعني طفل أخطأ فوالدته ضربته، وطفل ضرب أخته فوالدته ضربته أو والده ضربه، هذا بانشمنت بيقلل إمكانية أنه يضرب أخته مرة تانية. طيب مين أفضل الطرق؟ هل هي البوزيتيف ريينفورسمنت أو النيجاتيف ريينفورسمنت أو البانشمنت؟ البوزيتيف ريينفورسمنت بيعزز حدوث السلوك، والنيجاتيف ريينفورسمنت برضو بيعزز حدوث السلوك. البانشمنت يقلل حدوث السلوك. هاي الفرق بين الثلاثة، كلاهما مفيد في عملية التعديل السلوكي، ولكن يوصى دائما باستخدام البوزيتيف والنيجاتيف ريينفورسمنت والبعد عن البانشمنت نسبيا. احاول اعطيكم مثال يغطي هاي العملية، اي يوضح لكم الفرق بين البانشمنت والنيجاتيف بشكل اوضح شوي. بعرف ان الموضوع هذا بغلب شوي. نفترض انه في واحد ارتكب جريمة سرقة، راعى المحكمة، انحكم عليه عقوبة 5 سنين سجن. هاي العقوبة 5 سنين سجن تعتبر positive ولا negative ولا punishment؟ Of course it is a punishment. هو بنحط في السجن محكوم عليه 5 سنين، بقضي 5 سنين في السجن. This is punishment. الأصل إنه هذا البانشمنت لما يطلع من السجن يقلل إمكانية إنه يسرق مرة تانية. ليش؟ لأنه إذا سرق معناته حينحط في السجن، حينحبس مرة تانية ويضلوا في هذا الموضوع. أحياناً عشان المثال المحطوط معكم هان في السلايد، removal of a punitive measure may allow it to act as a negative reinforcer. فبيجي مثلاً الهيئة العامة لإدارة السجون بتحكي إنه كل واحد من المساجين بيكون ما بيعمل مشاكل بالسجن، مؤدب محترم، ما بيعمل مشاكل مع المساجين الثانيين، ما بيعمل مشاكل مع السجانين، ما بيعمل لهم يعني اضطرابات في السجن، راح نخفف عنه مثلا 20% من مدة السجن. فبتصير 5 سنين كأنها بدها تصير 4 سنين، يعني بيطلع بحسن سير وسلوك. هاي الآلية إنه أنا عمال بخفف عنه جزء من العقوبة، حتصير زي كأنها negative reinforcer، يعني أنا بشيل شغلة سيئة، شغلة هو ما بده إياها اللي هو سنة من السجن، فبتصير كأنها negative reinforcer بتعزز سلوك إنه هذا الشخص يقضي فترة العقوبة تبعته وهو هادي، هو ما بيعمل مشاكل، وهو مش مضطرب حتى يكون في نوع من الضبط في عندهم في إدارة السجون بشكل عام. continuous reinforcement. reinforcement قد تكون continuous وقد تكون partial. كيف يعني continuous؟ يعني every positive response is rewarded. كل شغلة بيعملها بياخد عليها مكافأة مباشرة. the behavior is quickly acquired and the response rate is at its maximum.
كل شغلة بيعملها بياخد عليها مكافأة مباشرة. هذا السلوك يكتسب بسرعة وبيكون في قمة أدائه على الإطلاق، بيحاول يحافظ على هذا السلوك. أعطيكم مثال، مثلا طفل في المدرسة، أمه بتحكي له، مثلا أمه عم نفترض أنها بتحفظ قرآن، فبتحكي له كل صفحة بتحفظها راح أعطيك عليها، أو كل يوم أنت بتروح من المدرسة وبتحل واجبك، من مجرد ما تخلص واجبك راح أعطيك الشيكل عشان تنزل على الدكان تشتري منه. إذا هذا الطفل مباشرة من حد ما يروح حيكون نشيط، حيجي حيحل الواجب تبعه، حياخد الشيكل، حينزل على الدكان. إذا حيكون همه من حد ما يروح إنه يخلص حل الواجب بسرعة، يعمل واجبه بسرعة عشان ياخد الشيكل وينزل على الدكان. إذا هنا كل سلوك بنعطى، كل فعل، كل سلوك بياخد عليه مكافأة فورا. هنا وين المشكلة؟ المشكلة إنه السلوك بكون في قمته، ولكن إذا الأم بطلت تعطيه الشيكل حيبطل يحل الواجب فورا. إذا السلوك بكون في قمته، high response rate، response rate at its maximum، quickly acquired، ولكن فورا quickly بصير extension وبنقطع هذا السلوك إذا أنا بطلت أعطيه المكافأة. عشان هيك حاولوا يتعاملوا مع نظام البارشل reinforcement. إيش البارشل reinforcement؟ only a fraction of responses are reinforced. ما بكافئ السلوك كله، بكافئ جزء من السلوك. Behaviors learned by this method can be very resistant to extinction. أنا ما بكافئه على كل فعل بفعله، ولكن بكافئه على جزء معين من الفعل أو على مجموعة من الأفعال. وهي طبعا إلها عدة أنواع. فمثلا قد تكون fixed interval reinforcement، يعني بعطي reinforcement على بعد فترة زمنية معينة من السلوك. Reward follows a fixed amount of time. It is relatively poor in maintaining the conditioned response and the response rate only increases at expected time of reward. هاي بالضبط زي موظفين الحكومة. موظف الحكومة له راتب آخر الشهر، فطول الشهر هو بيشتغل وفي آخر الشهر بياخد الراتب تبعه. Fixed interval reinforcement هو معني انه ضل موجود طول الشهر، ولكن غالبا مفروض انه في تقييمات حكومية، في عليهم رقابة ادارية، المفروض انه هدول الناس لما بتصير عليهم الرقابة غالبا بيحاولوا يزيدوا من نشاطهم في اخر الشهر عند اقتراب موعد الراتب. طب ايش الفيكسد ريشيو reinforcement؟ هنا الريورد فولوز fixed number of responses، ما بتعامل مع المدة أو الفترة الزمنية، ولكن بتعامل مع عدد مرات فعل السلوك. فهان بتعطي effective in maintaining rapid response rate، وهي تقريبا تشبه continuous reinforcement. هنا إيش اللي بصير؟ اللي بصير أنا في عندي عامل في مصنع قدام احتمال من احتمالين، إما إني أحاسبه براتب شهري fixed interval reinforcement فبصير ياخد راتبه آخر الشهر، وغالبا بتلاقي العامل في هاي الحالة في آخر الشهر بيكون نشيط، ليش؟ لأنه قرب موعد الراتب. أو إني أعامله fixed ratio reinforcement، نظام القطعة، مصنع نسيج، مصنع خياطة، بدل ما أنا أعطي راتب كل آخر الشهر بجي بحكي له إنه مثلا كل 50 قطعة بتخيطهم، كل 50 بلطنون انت بتخيطه راح يكون لك عليه مثلا 500 300 شيكل، 400 شيكل، وهكذا حسب الأسعار لنا. فبصير العامل بحاول قدر الإمكان يشتغل أكبر كمية ممكن من البلاطين، لأنه هو عم ياخد فلوسه على القطعة، على الشغل. إذن فبصير هذا العامل الريسبونس ريت عنده في الماكسيمم، بحاول يحافظ على رابيد ريسبونس ريت،
بالتأكيد العامل اللي حيشتغل على الفيكسد ريشيو رينفورسمنت بنظام القطعة، وكل مجموعة قطع ياخد عليها فلوس أو كل قطعة بياخد عليها مبلغ معين، إنتاجيته حتكون أعلى بكثير من العامل اللي بيشتغل على الفيكسد انترفال رينفورسمنت. في نوع منها اسمه variable interval reinforcement. Reward follows continually varying amount of time regardless of the number of responses. It is effective in maintaining conditioned response. أنا ما بكافئ، ما بعطي المكافأة بعد فترة زمنية ثابتة، بعطيها بعد فترة زمنية متقطعة. نفترض دكتور عبد الله الجمل حكى انه انا حجي في المحاضرات كل اول محاضرة في الشهر راح اسجل حضور وانصراف، واللي مش حيحضر راح اقسم له علامات الحضور تبعت الشهر. هاي fixed interval، حتلاقي كل الطلاب اول محاضرة في الشهر كلهم حاضرين عشان يسجلوا الحضور والانصراف، وبقية الشهر حيصير فيه تسيب في الحضور والانصراف. هنتعامل معكم الدكتور عبد الله بنظام fixed interval، بينما بيجي مرة تانية الدكتور محمد بيحكي لا، أنا ما بدي أخذ حضور وانصراف بشكل ثابت، أنا فجأة حأقرر اليوم إني أخذ حضور وانصراف، حأخذ حضور وانصراف مرة في الشهر، المرة هاي مش ثابتة، أي يوم في الشهر أنا راح أعملكم مفاجأة وأخذ حضور وانصراف. اللي مش حيحضر حيروح عليه علامات الحضور كلها. هاي variable interval reinforcement. الطلاب حتحاول انها تحضر طوال الشهر لانه مش عارفين اليوم اللي ممكن ياخدوا فيه المكافأة، ممكن هذا اليوم يكون اي يوم في الشهر انت تغيب وتروح عليك علامات الشهر كله. اذا بيحاولوا يضلهم حاضرين اكبر قدر ممكن في الشهر، حتى المكافأة هي راح تيجي فجأة، ما إلها وقت معلوم، ما إلها وقت محدد، هم بدهم يحاولوا أنهم ما يخسروا هاي المكافأة. إيش الـ variable ratio reinforcement؟ الـ variable ratio reinforcement هنا الريورد follows a continually varying number of responses produces a relative constant rate of responses. المكافأة بتتبع عدد غير محدود من السلوك، يعني ما بكافئ على كمية ثابتة على عدد معين من السلوك، ما بعطيه فلوس على كل 50 قطعة هو بخيطهم، لا، أنا بتجي المكافأة فجأة عند القطعة في السين. نعطيكم مثال، إذا حد فيكم حضر سابقا أو بيعرف السلوت ماشين اللي هي نوادي القمار، والسلوت ماشين اللي بيكونوا بيلعب كل واحد براهن على نقطة معينة فيها وبلفوا الطاولة عشان الكرة تيجي أو تيجي في الطابة تيجي في عند واحد فيهم، واللي بتثبت عنده الدائرة حياخد كل فلوس اللي على الطاولة. اللي بصير انه في هاي السلوت ماشين فجأة في واحد من العشرة اللي قاعدين بيلعبوا او الاثناعش اللي بيلعبوا راح تيجي الحظ لإله، وراح توقف عنده الشارة وراح ياخد كل فلوس اللي على الطاولة. هاي فجأة مش معروفة في اي ريشيو، مش معروف في اي مرة، ما حد بيعرف، ولكن كل ما لعب أكتر كل ما كان إمكانية أنها تيجي عنده مرة أكتر. اللي بيلعب 100 مرة بالتأكيد فرصته في الربح مرة أكتر من اللي بيلعب مرتين أو بيلعب مرة واحدة، بتزيد فرصه في الربح. هاي الشغلة السلوت ماشين والطريقة هاي الـ variable ratio reinforcement بتخلي الناس هدول اللي عندهم gambling أو بيلعبوا القمار في very resistant to extinction. ليش؟ لأنه في أي لحظة بقولك أنا ممكن أفوز وأعوض كل الخسارة اللي خسرتها سابقا، فبصير صعب جدا قطع الرابط في هاي الحلقة. عشان هيك الأبيوز والإدمان على هذا الموضوع، على موضوع الجامبلينج،
للأسف عالي جدا. إذا الـ reinforcement قد تكون continuous, every positive response is rewarded, وقد تكون partial إني أنا بكافئ جزء من السلوك، والبارشل قد تكون fixed interval زي نظام الموظف الحكومي أو نظام الدكتور اللي بياخد حضور وانصراف مرة واحدة في الشهر وبحط عليه علامات الشهر كله، وقد تكون fixed ratio زي نظام العامل اللي في المصنع اللي بياخد أجاره على القطعة. هذا العامل معني جدا إنه لازم يعمل أكبر عدد من القطع يخيطهن عشان ياخد فلوس عليهن. قد تكون variable interval، فجأة في وقت معين بيجي بيعطيك هاي المكافأة زي الدكتور اللي بيجي بيسجل الحضور مرة واحدة في الشهر، ولكن فجأة بدون سابق انذار انه في اليوم الفلاني راح اخد حضور وانصراف، وبيعطي عليها علامات الحضور للشهر كله. والاخير اللي هي الـ variable ratio reinforcement اللي هي زي نظام السلوت ماشين او الجامبلينج، في اي لحظة من عملية تكرار السلوك بيصير في ريورد، وهي عشان هيك بيصير في صعوبة جدا لقطع الرابط اللي موجود. طبعا هاي الأوبرات كونديشنينج اللي حكى عنها سكينر بيستخدموها كثير في عمليات التعديل السلوكي سواء عند الأدلتس أو عند التشيلدرن. فمن ضمن آليات التعديل السلوكي اللي بتستخدم فيها اللي بيتم استخدام الأوبرات كونديشنينج فيها حاجة اسمها توكن أوكونومي. توكن أوكونومي هاي بتستخدم في البيهيفيرال مانجمنت بروجرامز غالبا للتشيلدرن، in which a desired behavior is rewarded with stickers or tokens which can then be swapped for privileges. شايفين هاي الصورة اللي انا حطت لكم اياها، الجدول، جدول ايام الاسبوع تنحط للطفل، والتاسكس اللي مطلوب منه يعملها، يرتب سريره، يسقي الزراعة، ما يصرخش، يرتب ألعابه مثلا، ينام في وقته، يدرس دراسته. أنت بتحط تاسك اللي بدك الطفل يعملها. بتيجي مثلا الأم يوم الاثنين رتب سريره، تحط له ستيكر، سقى الزراعة ستيكر، كان بيصرخ ما كانش هادي، كان بضرب أخته، إذا ما حطنا له الاستيكر تبع الهدوء. تجي يوم الاثنين ما درسش الواجب، ما حطتلوش الاستيكر تبع دراسة الواجب، نام بدري في وقته وحطيت له الاستيكر. يوم الثلاثة نفس الإشي، رتب سريره أخذ، ما سقاش زراعة ما أخدش، ما صرخش أخذ الاستيكر، ونضلنا ماشيين. يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت. إذا أنا السلوك بعطيه توكن اللي هو استيكر، رتب سريره أخذ الاستيكر، ما صرخ ما أخذش الاستيكر، ما صرخش أخذ الاستيكر، رتب ألعابه أخذها، ما رتبهاش ما أخذهاش. الفكرة إنه هاي التوكنز أنا بجي بجمعها خلال الأسبوع، بشوف بعد هذا الطفل خد كم استيكر، بجي بلاقي الطفل خلال نهاية الأسبوع جمع مثلا 20 استيكر. هاي 20 استيكر أنا بجي ببدلها للطفل، ببدلها بإيش؟ swapped for privileges، ببدلها بأشياء هو بده إياها، بعطيه مكافأة هو بده إياها مش أنا بدي إياها. بكون متفق أنا والطفل قبلها سابقا إنه الطفل بيحكي لي إنه أنا مثلا بدي كرة، الكرة هاي متفق أنا وياه ثمنها 25 استيكر، بلاقي الطفل خلال الأسبوع جاب 17 استيكر. قول لا استنى شوي، لسه ضايل عليك خمس ستيكرز بدك تجيبهن عشان اشتري لك الكورة. بستنى للأسبوع اللي بعده، بياخد الستيكرز، بجمع منهم 7 للأسبوع السابق، بروح بعطيه المكافأة فورا. اذا هان الستيكرز عبارة عن التوكن، انا ببدلها له بشغلات هو بده اياها، بمكافآت هو بده اياها، فبصير في تعزيز للسلوك. فبصير الطفل عشان يجيب ستيكرز اكثر لازم يرتب سريره، عشان يجيب ستيكرز أكثر لازم يبطل يصرخ ويعمل مشاكل مع أخته في البيت،
عشان يجيب ستيكرز اكثر لازم يحل واجبه. السلوكيات اللي انا بدي اياها من الطفل انا اللي بحددها وانا اللي برتبها وانا اللي بحط للطفل الشغلات اللي لازم يعملها عشان يتكرر، عشان ياخذ ستيكرز اكثر، عشان في النهايه انا ابدل له هاي الستيكرز بمكافآته بده اياها. طبعا هاي نظام التوكن ايكونومي هاي من احد اروع الانظمه اللي تستخدم للتعديل السلوكي عند الاطفال. ممكن استخدامها في الاطفال غالبا من بعد عمر 3 سنين، وحتى ايفن في المراهقين بتستخدم، ولكن لما تستخدم في المراهقين او في المراهقين او حتى في الاطفال بدنا نراعي انه البريفليجز المكافآت اللي انا بعطيها هاي لازم تكون حسب رغبة الطفل مش حسب رغبتي انا، عشان هو يبذل مجهود اكبر لانه هو بحتاجها، هو بده اياها، هو اللي بده الكورة مش انا اللي بدي اجيب له كورة، هو بده بسكليت مش انا اللي بدي اجيب له بسكليت، رغبته في البسكليت، فانا لازم اعطيه الاشي اللي هو بده اياه، اكون متفق معه قبل بناء على رغبته لحتى هذا الطفل يتشجع انه يعمل السلوك اللي انا بدي اياه عشان في المحصلة يحصل على المكافأة اللي هو بده اياها. شيبينج، بعض الأطفال ما بيكون عندهم المقدرة العقلية أو المقدرة الذهنية إنه ينفذ يفهم هاي التوكن أوكونومي يعمل بطريقتها. في بعض الأطفال اللي عندهم مثلا توحد أو عندهم مايلد من ترتردشن، تدني قدرات عقلية، ما حيفهم موضوع التوكنز، فساعتها أنا أو السلوك صعب كتير عليه. يعني هذا الطفل عنده توحد، النطق عنده سيء جدا، مخارج الحروف سيئة، صعب عليه إنه يجيب إنه ينطق الكلمة صح عشان أنا أعطيه مكافأة. فهنا في الشيبينج بنصير نعمل مكافآت على الأبروكسيميشنز تبعت الريسبونس اللي أنا بدي إياه. يعني الديزايرد ريسبونس إنه يحكي الجملة الكلمة بشكل بنطق صحيح، فأنا بصير أعطيه مكافأة إذا يقرب على نطق، كل ما يقرب على نطق الكلمة، كل ما ينطق الكلمة بشكل مشابه أقرب للصحيح بعطي عليها مكافأة. هاي اسمها شيبينج، بحاول أكافئ أجزاء من السلوك حتى يستمر ويتعلم يوصل في النهاية للسلوك بشكل كامل. ستيمولس كنترول، هاي لما بتكون في ستيمولس ماخذ كنترول على السلوك بشكل كامل. أعطيكم مثال، واحد متعود أنه يحضر، واحد عنده overweight، فأنا لاحظت أنه هذا الشخص متعود بيحضر مباريات كتير، فطوله بيحضر المباراة، طوله على التلفزيون بيحضر المباراة حاطت جنبه الشيبسي والشوكولاتة والبسكوت و إذن هاي الستيمولوس اللي هي watching TV هي أخذت أبر هاند على السلوك اللي هو الأكل، فخلت وزنه يزيد. فبتجي المعالج الغذائية بتحط له برنامج تنظيم وزن، ضمن إطار برنامج تنظيم الوزن بتقول له أنت لازم تبطل تحضر مباريات على التلفزيون، أو لما بدك تحضر روح احضر في قهوة، ما تقعدش في البيت، لأنه طوله أنت قاعد في البيت لوحدك بتحضر، أنت حاطت جنبك الشوكولاتة والشيبسي والبسكوت، فأنت لا إراديا قاعد بتاكل فوزنك بضل يزيد. إذا لما بدك تروح تحضرها روح احضرها في القهوة، اطلب كوباية شاي بكفي، بقلل من السلوك. إذا هانا الستيمولس اللي واتشينج تي في أخذت الأبر هاند على السلوك اللي هو الأكل، فلو أنا وقفت الواتشينج تي في راح يقل سلوك الأكل اللي بيعمل لي زيادة وزن لاحقا. البايو فيدباك هاي تكنيك معين يمكن استخدامه للتحكم في العلامات الحيوية للإنسان. كيف؟ الناس اللي عندها قلق، الناس اللي عندها توتر، دائما من أعراض القلق والتوتر إنه بتكون دقات قلبه سريعة، بيكون عنده تعرق، عنده ضغط الدم عنده مرتفع، درجة حرارة جسمه أحيانا بترتفع. هنا إيش بيجوا بيعملوا؟ بتيجي المعالجة السلوكية اللي هي موجودة عندها، بتحط المريض، تشبك له أجهزة بسيطة جدا لقياس النبض، لقياس ضغط الدم،
لقياس حرارة الجسم، لقياس نسبة التعرق، وفي عندها سكرين شاشة بظهر عليها كل هاي العلامات. هي بتبلش تعلم هذا الشخص نوع من آليات الهدوء والاسترخاء، كيف ياخذ نفس عميق، يخرج هذا النفس بشكل هادي، يتأمل في أمور معينة بعيدا عن اضطراباته. أول ما بتحطه على الجهاز هو بيكون متوتر غالبا لأنه هو عنده قلق اوريدي، فهيتلاقي علاماته الحيوية بتكون مرتفعة بشكل عام. بعدين بتعلمه يعمل هاي آليات الاسترخاء وآليات الهدوء، فمباشرة بتصير علاماته الحيوية تنزل، النبض عنده بصير يرجع لوضعه الطبيعي، ضغط الدم بيرجع لوضعه الطبيعي، درجة حرارة الجسم ترجع للوضع الطبيعي. فهنا بتعلم الإنسان كيف إنه يتحكم في علاماته الحيوية، كيف يتحكم يعمل موديفيكيشن للإنترنال فيسيولوجيكال ستيتس بناء على بايو فيدباك، تغذية راجعة أخذها عن علاماته الحيوية من خلال السكرين اللي موجودة أمامه. وهي طريقة مهمة جداً في تخفيف التوتر والقلق وفي علاج اضطراب لاحقا. ممكن نشرح لكم اياه، اللي هو علاج نوبات الهلع اللي ممكن تصيب البعض بعض الامراض. برضو من ضمن ال behavioral modification techniques اللي بتم الاعتماد عليها في اللي مستنبطه من الاوبرات كونديشنينج هي الفيدينج. الناس اللي كان عندها ألم حكينا عنها سابقا، واعطناها المسكن وعمل نيجاتيف reinforcement وخفف لنا الألم، فضلوا ياخذ هذا المسكن وصار ياخذ منه كميات كبيرة، فصار عنده نوع من الإدمان على المسكنات. ممكن احنا بالبيهيفيرال موديفيكيشن نبلش نسحب منه هاي المسكنات بطريقة الفيدينج، gradually removing the enforcement without the individual becoming aware of the difference. بدل ما أعطيه مسكنات، مسكن مثلا 200 ميلي جرام ديلي هو بياخد، بننزلها ل 150 لفترة، بعدين بننزلها ل 100 لفترة، بعدين ل 50 لفترة، بعدين ل 25 لفترة، لغاية ما أنا أسحب منه هاي المسكنات بشكل تدريجي ويخفف استخدامه للمسكنات. آخر شيء بدي أحكي لكم إياه في behavioral modification، حنحكي عن behavioral models of depression. إيش behavioral models of depression؟ في نظرية، وهي من أهم النظريات اللي بتفسر حدوث الاكتئاب عند بعض الأشخاص، اسمها learned helplessness. ايش اللي يرد هيلبلسنس؟ اللي يرد هيلبلسنس هاي تجربة عملها عالم كان اسمه سيلجمان. سيلجمان جاب كلب، خلافا للصورة اللي موجودة امامكم، حط الكلب في بوكس صندوق. الصندوق هذا ما في اي مخرج، ارضيته حديد. جاب هذا الكلب، سكر عليه الصندوق وحط له، كان هذاك صندوق مقفل من جميع الاتجاهات، ودخل تيار كهربائي في أرضية الصندوق. الكلب مباشرة مجرد ما دخل عليه التيار الكهربائي أعطاه الشوك من الأرضية، الكلب مباشرة صار يحاول ينط ويركض ويحاول يهرب من الصندوق. ما كان في أمامه مهرب، راح سيلجمان فصل التيار الكهربائي، قعد الكلب وهدي. بعد شوي سيلجمان أعاد نفس التجربة، دخله تيار كهربائي مرة تانية، تيار مؤلم، فصار الكلب يحاول يهرب يهرب يهرب. بعدين سيلجمان يرفع التيار الكهربائي، سيلجمان كرر التجربة مع الكلب عشرات المرات. في البداية كان الكلب يحاول يهرب بكل طاقته بكل قوته، مع تكرار التجربة لعشرات المرات صار كل شوي تقل طاقة الكلب، صار يهرب لفترة معينة بعدين يستسلم للتيار، لغاية ما وصل مرحلة الكلب انه صار سيلجمان يدخله تيار كهربائي والكلب ما يحاول نهائيا انه يفكر في الخلاص او الهروب
من المأزق اللي هو موجود فيه. بعد فترة سيلجمان راح جاب الصندوق اللي موجود أمامكم وجاب نفس الكلب، وضع الكلب في هذا الصندوق. الصندوق عبارة عن جزئين وبينهم في حاجز بسيط، ولكن هذا الحاجز يسمح بالهروب. وحط الكلب في الجهة الأولى من الصندوق ودخله تيار كهربائي. فوجئ سيلجمان أنه الكلب ما حاول يهرب للجهة الثانية من الصندوق مطلقا، واستسلم للتيار الكهربائي. سيلجمان فكر أنه الصندوق ربما يكون يعني مش واضح مكان الهروب للكلب، فجاب كلب تاني ما جرب عليه التجربة الأولى. مجرد ما حطه في الجهة هاي وعطاه التيار الكهربائي، فورا الكلب نط هرب للجهة الثانية مباشرة. جاب كلب تالت، كلب رابع، لقاهم كلهم بيهربوا على الجهة الثانية. هذا الكلب الأول اللي تعرض للتجربة الأولى، في التجربة الأولى عدة مرات حاول يهرب، ليش في التجربة الثانية ما هرب؟ وهي نظرية سماها سيلجمان ليرند هيلبلسنس. هذا الكلب كان عنده الإرادة، كان عنده المقدرة، كان عنده القوة، كان عنده العزيمة أنه يهرب من المأزق اللي هو حاط فيه، ولكنه تعلم بالتجربة أنه التجربة السابقة أنه ما في له مخرج في هاي الحياة مطلقا. أصبح هوبلس، ما في إمكانية للخروج، صار عاجز، تعلم العجز، عشان يكسمها ليرند هيلبلسنس، عجز مكتسب، اكتسب العجز. فلما بعد هيك نحط في ظروف يوجد أمامه مخرج، يوجد أمامه فرصة للنجاة، هو من العجز اللي موجود عنده ومن اليأس اللي موجود عنده ما شاف هاي النافذة اللي موجودة للخروج، فسميت ليرند هيلبلسنس. وهاي النظرية من أهم النظريات السلوكية اللي بتفسر حدوث الاكتئاب لاحقا عند الأشخاص، وهذا متعلم من الاكتساب، من اكتساب المعارف السيئة وفقدان الأمل المبني على التجارب السيئة اللي بخوضها الإنسان، وكيف أنه الشخص المكتئب أو الشخص الحزين أو الشخص اللي عنده ليرند هيلبلسنس قد يكون عنده مخرج لأزماته، ولكن هو بسبب حالة العجز واليأس والإحباط اللي عايش فيها مش شايف هذا المخرج مطلقا. آخر حاجة من الـ behavioral models of depression حاجة اسمها low rate of response contingent reinforcement، وهنا another explanation of for depression the person receives too little predictable positive reinforcement. لما الشخص ما بياخد المكافأة الحقيقية على السلوك أو المجهود العظيم اللي هو عمله، هنا هاي برضو بتحط الشخص عرضة أكتر من غيره أنه يصاب بالاكتئاب والحزن. زي مثلا الأب caring father و giving father who feels unappreciated by his family might become depressed. لما الأب اللي بيبذل كل مجهود وبيشتغل أكتر من شغلة وشغل صعب عشان يحقق لأهله أو لعائلته نوع من الاستقرار أو نوع من الأمن، ما يتم تقديره من أبنائه ومن عائلته، هنا بتحطه في احتمال أنه يصاب بالاكتئاب لاحقا. وهاي برضو ممكن نعطيكم عليها مثال شهير، الموظفين الحكوميين عندنا في غزة، سواء موظفي السلطة أو موظفي حكومة غزة، كلاهما ما بياخذ حقوقه المالية، كلاهما بياخذ جزء من حقوقه المالية فقط، ومش معلوم إيش بده يصير فيه لاحقا. هاي فيها نوع من الـ low rate of response contingent behavior، ما أخذ التقدير المناسب أو المكافأة المناسبة لمجهوده، فبتخليهم عرضة أكتر من غيرهم إنهم يصابوا بالاكتئاب لاحقا. شكرا لكم لحسن استماعكم، وأتمنى لكم التوفيق دائما، ونكمل في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله.